احنا النهارده بنحيي ذكرى رحيل قامه من قامات الفن المصري الكبيره اللي استحقت وعن جداره لقب سيده الشاشه العربيه، هي الفنانه الراحله القديره والعظيمه ايضا فاتن حمامه، اللي رحلت عن دنيانا في يوم زي النهارده في 2015 بعد رحله من العطاء استمرت لاكثر من نصف قرن من الابداع السينمائي. حيات خلالها الحياه نجوميه كبيره جدا، ادوارها الجاده، اعمالها لاغلبها اتحولت لعلامات في تاريخ السينما المصريه، وكانت سبب في الحياه تتويج من النقاد والجمهور للقديره فاتن حمامه عشان تتربع على عرش السينما المصريه والعربيه لسنوات طويله جدا. هي قدمت نماذج ايجابيه للمراه المصريه في كتير من المراحل اللي مرت بيها، ويمكن ده كمان كان سبب في اختيارها في احتفال السينما المصريه بمناسبه مرور 100 سنه على بدايتها كافضل ممثله في تاريخ السينما المصريه. في كمان 18 فيلم من افلامها هم من ضمن 150 فيلم اعتبروهم من احسن الافلام اللي انتجتها السينما المصريه في تاريخها. بعد هذا التكريم اختارتها ايضا جمعيه كتاب ونقاد السينما المصريه عشان تحصل على جائزه نجمه القرن العشرين، وده طبعا في استفتاء اخر برضو على افضل 100 فيلم اللي حصل في 2007 واللي اختارت لجنه السينما في المجلس الاعلى للثقافه 8 افلام هم كانوا لسيده الشاشه العربيه فاتن حمامه من بين افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. هي عشرات التكريمات والجوائز من مصر ودول عربيه اخرى حصلت عليها خلال هذا المشوار الفني الكبير اللي بدات منذ الطفوله بعد ما فازت طبعا بمسابقه اجمل طفله في مصر، وكان الحقيقه والدها هو اللي بعت صوره للمخرج الراحل محمد كريم اللي كان بيدور على طفل عشان تشارك الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد، وده كان سنه 1940. الفيلم ده كان بدايه انطلاق فاتن حمامه الى السينما اللي اقتنع بعد كده بموهبتها المخرج محمد كريم واختارها لادوار تانية، وكانت بدايه انطلاقها في رحله الحقيقه مليانه بالشخصيات المتنوعه منها اللي ساهم في تغيير صوره المراه المصريه، بالمناسبه منها من الافلام اللي سندت حقوق المراه وقضاياها، عشان كده افلامها دايما ليها حضور قوي وطاغي في المهرجانات الدوليه الكبيره زي مهرجانات كان وبرلين. من الافلام دي ايضا دعاء الكروان اللي كتير من النقاد اعتبروه واحد من احسن ما انتجته السينما المصريه في تاريخها، واللي كان مرحله جديده ايضا من عمر فاتن حمامه المرحله الفنيه. وبالحقيقه اختياراتها جت بعد كده مختلفه ومتنوعه، يعني غير انها طبعا حصلت في دورها طبعا امبراطوريه ميم بعد مشاركتها في مهرجان موسكو على جائزه تقديريه من اتحاد النساء السوفيتي، والفيلم طبعا اريد حلا اللي ساهم في تعديل قانون الاحوال الشخصيه بالمناسبه في مصر، وده كان من الامور الهامه جدا. طبعا هذا التكريمات والميداليه الشرف اللي حصلت عليها من الرئيس جمال عبد الناصر، والميداليه اللي حصلت عليها مره اخرى من الرئيس السادات ايضا، وعدد كبير جدا من التكريمات كان طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفى بها قبل وفاتها قبل ما يكون يعني رئيس لمصر. الحقيقه السيده العظيمه سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه الكلام عنها الحقيقه محتاج مني حلقات كتيرة جدا عشان أتكلم وأتكلم عن تاريخها وعن شخصيتها وعن ثقافتها وعن حضورها. هل يعني معنا على التليفون دكتور عمرو المليجي نجل شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة؟ احنا طبعا بنتكلم معاه من جدة. دكتور عمرو صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنحيي ذكرى سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، حضرتك بما انك كنت قريب منها وتذكرها اكيد في طفولتك، ايه اللي تقدر تقول لنا او تكلمنا عنه في هذا الصباح النهارده؟ الحقيقه هذكر كتير قوي، يعني انا كانت بالنسبه لي هي كانت قريبه لينا جدا، وكانت بالنسبه لي هي امي الثانيه، يعني امي كانت قريبه ليها قوي، فالحقيقه ذكرياتها معاها كتير قوي. اللي انا اقدر اقوله ان هي كانت دايما حاسه بينا قوي وقريبه لكل واحد من صغير وكبير. يعني انا اذكر مثلا ساعه وفاه والدي، كان انا عندي 16 سنه وكان حادثه، واول حد لقيته معانا في البيت
الليل هي انفاتن ومعانا على طول وما بتسيبناش وبتكلم الصغير والكبير وعارفه توصل وعارفه تفهم مشاعر كل واحد. يعني هي كانت بتحب احساس العيله، كانت دايما حريصه على ان هي تكون معاك ودايما طول الوقت. قوي مجمعانا دايما كانت، يعني احنا افتقدنا بيت كمان. طبعا. وانا عارفه ان انتوا كنتوا حريصين يا دكتور عمرو على التواصل حتى اخر لحظه، يعني لاخر لحظه كنا معاها لاخر لحظه. إيه؟ الله يرحمها. يعني اخر مره كلمتها في التليفون او ايه اخر حوار دار بينكم؟ ما فيش هو اخر حوار، هي كانت يعني كنت انا قبل ما تتوفى يمكن بيومين تقريبا او ثلاثه كنا بنتكلم مع بعض. على فكره هي لغايه يوم ما توفت كانت صحيه كويسه قوي يعني، وخرجت اتمشت مع دكتور عبد الوهاب جوزها واتغدوا مع بعض بعد كده، وبعدين رجعت ويعني حصل لها الازمه القلبيه وربنا توفاها، فهو كانت قبل كده هو موجوده وبنكلمها وعاديه خالص، ما كانش في حاجه صحيه تقول لنا انها يعني قريبه من وفاه يعني. ايوه. طب دكتور عمرو انا هستاذن حضرتك، احنا معانا الصور اللي حضرتك، انا بشكرك جدا انك اختصتنا في هذا الصباح ان احنا يبقى معانا مجموعه من الصور النادره اللي لسه جمهور ده اللي احنا بنعرض دلوقتي الصور، ودي صور هي بتعرض لاول مره لسيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، ومعاها بقى العيله استاذه ليلى واستاذه ناهد، يعني كلهم موجودين اشقائها. ده كان بمناسبه فرح اخت حضرتك. كان في فرح دينا اختي. ايوه. وكان هنا اعتقد في الصوره الظاهر ناهد خالتي وليلى والدتي. ف ده الدكتور عبد الوهاب وطنط فاتن ودينا وحسام جوز دينا الله يرحمه دكتور حسام، ودي والدتي. أيوة. وده كان كاتب كتابهم جناه خالتي. بعض الذكريات كده يعني، بعض الذكريات الجميله اللي اكيد هتبقى يعني، واحنا اكيد يعني احنا عارفين ان كمان السيده فاتن حمامه كانت حريصه على انها تكون موجوده في كل المناسبات الخاصه بعائلتها وبيكم، يعني دايما كانت حريصه رغم انشغالها انها تتواجد معاكم في اي مناسبه. عمرها ما تاخرت عن اي حد في العيله، دايما موجوده وباحساسها موجوده طبعا، وهتظل ان شاء الله باذن الله موجوده طبعا. ان هي لو قادره انها تساعد حد في حاجه هتعمله، يعني هي مش مجرد حتى كلام او لا، وتتابع المشكله اللي موجوده، يعني كانت دايما الحقيقه موجودة. يعني تاخدوا رايها لما يحصل مشكله عائليه مثلا او في حاجه في العيله ترجعوا لها. اكيد من اوائل الناس. انا بالنسبه لي كان على طول زيها زي والدتي كمان، انا والدتي توفت قبليها بحوالي 6 سنوات، لكن من بعد كده هي محتضنانا ان احنا بالظبط ولادها. طبعا. يعني دائمه السؤال ودايما بتجمعنا طب ايه الموقف يا دكتور عمرو اللي هيفضل دايما موجود في وجدان حضرتك، موقف اللي انت مش هتنساه ابدا طول حياتك؟ اقول لك انا موقف، يعني هو مواقف كتيره الحقيقه. بس انا يعني هقول لك حاجه، انا دايما بعاملها انها خالتي. أول مرة أبهر بإعجاب الناس بيها كان هي ليها تكريم في مهرجان القاهرة السينمائي. أيوه ده صحيح. طلبت مني إن أنا اللي أكون معاها. وفعلا رحت معاها المهرجان ده، هو الكلام ده أعتقد من فترة طويلة يعني. أيوه. أوكي، كانوا عاملين لها تكريم خاص هي ساعتها بيها. أيوه. إحنا أول ما نزلنا من العربية أنا ما بقتش مصدق اللي بيحصل، لأن هي كانت قليلة الظهور. ده صحيح. أنا فوجئت بكل الفنانين العظام بتوعنا يعني ملمومين حواليها وانبهار وسعادة والصحفيين حواليها في كل حتة، يعني أنا بقيت مخضوض من المنظر وفرحان ويعني عارف إنها ممثلة مشهورة، بس حاجة كانت أول مرة ألمسها. طبعًا. فدي كانت من المرات الحقيقه اللي انا مش هنساها ابدا، يعني هو حضورها في المهرجان ده ساعتها وطلوعها للتكريم يعني قدامي يعني. ايوه. يعني ربنا يا رب يرحمها، وهي رحلت عنا لكنها تظل
معانا طول عمرنا يعني، وهتظل في ذاكرة كل جمهورها ومحبيها في مصر وفي الوطن العربي كله. مشكوره جدا دكتور عمرو المليجي نجل، شقيقة الفنانة الراحلة القديرة فاتن حمامة، واللي هو أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. بشكره جدا على وجوده معانا، وبشكره على لقطات الصور النادرة العائلية اللي هي بتعرض لأول مرة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ربنا يرحمها. ما يعني العظماء دايما اللي بيسيبونا الحقيقة، أو فنانين وقامات مصر دايما لما بيرحلوا بيفضلوا موجودين معانا، حتى لما بنيجي نحيا ذكراهم أو نتذكر يوم وفاتهم دايما بيكون بحضورهم بأعمالهم، بهذا التاريخ المشرف، بالإرث الثقافي والفني اللي هم تركوه لينا بعد مسيرة طويلة جدا من العطاء. ربنا يا رب يرحمهم.